مساء الخير واهلا بكل مشاهدي قناه المحور في كل مكان. النهارده يوم جديد وحلقه جديده من حلقاتنا هو هنا. يا رب النهارده ان شاء الله فقرتنا تعجب حضراتكم وحلقتنا ان شاء الله تعجب حضراتكم، لان احنا معانا موضوع مهم جدا بيخص كل هو وكل هنا. قبل ما نقول معانا ايه، خلينا نسلم على نرمين وديما. ازيك يا منى؟ ازيك يا ميرا؟ عامله ايه؟ كله حلو، وانا اكيد برحب بكل اللي بيشوفونا دلوقتي على قناه المحور. حلقه جديده من هو هنا ان شاء الله تعجب حضراتكم. وسلم على نرمو. ازيك يا دمزي؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله مرموره. عامله ايه؟ كمان انا بسلم على كل هو هن بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من ايامنا من هو هن على شاشه قناه المحور. يمكن موضوعنا النهارده يعني هو موضوع مع الاسف ان هو موجود في كل بيت مصري، يعني ما فيش بيت في او في شارع او في حاره او في قريه للأسف مش هيبقى فيه الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه. موضوع ايه؟ هو الطلاق السريع. ايه الطلاق السريع؟ للأسف بنلاقي مثلا اتنين بيتجوزوا، بعد يمكن كم شهر يحصل حالة طلاق، ممكن يتجوزوا كم شهر كم سنة ويروحوا على طول منفصلين. ده اسمه الطلاق السريع. يعني خدوا وقتكم شويه، ما تتجوزوش اساسا يا جماعه. انا بشوف فعلا الموضوع ده انتشر بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره زي ما نرمين قالت، هو الطلاق السريع. لقينا نشوف او بقينا نشوف في ولد وبنت بيحبوا بعض قوي، بيروحوا للعيله احنا عايزين نتجوز، ففعلا الجواز بيبقى سريع جدا وما بيبقاش على اسس بناء ان هم هيكملوا، وما بيبقاش في تكافؤ، ما بيبقاش في حاجات كتير قوي تقول ان الجواز ده هيكمل، وللاسف بيعملوا بقى فرح كبير ومش عارف ايه، وبيتلخموا في الحاجات اللي ممكن تبهر اي حد، وبيعملوا للاسف الفرح بعد شهر 2-3-4-6 شهور تلاقي في حاله طلاق. الطلاق حصل ليه؟ عدم تفاهم، عدم تكافؤ، عدم ممكن ما يكونش في كيمياء بين الطرفين، عدم فهم بين الطرفين، الضغوط الاقتصاديه بعد ما بيتجوزوا بيبقى طبعا بيبقى في عبء كبير جدا على البيت ده او على الولد والبنت او الراجل او الست، وتغيرات بقى اجتماعيه ممكن تكون بنشوفها، العيله مش زي الثانيه، العيلتين مختلف الثقافات، يعني ثقافات بتبقى مختلفه والعيلتين ما بيكونوش شبه بعض. هي طبعا ما بتقدرش تضحي لان احنا بقينا في جيل كل حاجه بقت سريعه، فخلاص مش هتستنى ولا تضحي ولا تعمل اي حاجه. لا، الجواز مسؤوليه كبيره قوي، يعني مش كده يمكن انا بصي صوتي يعني خايفه وبتتكلم. لسه ما اتجوزتش، خايفه وبتتكلم. انا عايزاك تسكتي خالص بقى في الفوكس ما تتكلميش خالص. لا بس اعتقد يعني انا هقول لك من اللي بشوفه حواليا ان هم بتشوفي حاجات كتير قوي في سني. ما هو اصل الموضوع الطلاق السريع ده يمكن منتشر اكتر في السن بتاع الجيل الجديد. اللي كانوا اللي بيتجوزوا مؤخرا حياتك في الجيل القديم برضه ما فيش فرصه. لا والله ساعات اصلا فرصه قعدت كتير قوي، فخلاص على طول اسهل حل عندهم الطلاق. يمكن هم بيكونوا مش مستعدين نفسيا. الاستعداد نفسيا ده مهم جدا، لان زي ما قلت الجواز مسؤوليه كبيره قوي. البنات بالذات بتبقى رسمه صوره للجواز خياليه غير واقعيه. دي حقيقه. واعتقد ان لا بس ثانيه واحده، لا انا هختلف معاكي في دي على فكره. البنات وعلى فكره في جيلك، يعني انا بشوف بنات، انا عندي بنت اختي على فكره هي متحمله مسؤوليه جدا، هي لسه ما اتجوزتش، هي داخله على جواز، بالعكس هي عماله بتحضر نفسها وتقول انا في المرتب بالمرتب مثلا هعمل كذا وكذا وكذا وهشيل منه جزء عشان لما اجي اتجوز. أيوة، عشان شافوا يعني حياة صعبة. في مسؤوليه على فكره. لا والراجل والراجل انا او الولد، يعني الولد اللي هو لسه داخل على جواز، انا مع الاسف ان انا بقول الكلام ده، ان معظم ما بقولش الكل بس معظم الولاد لا بحس ان هم مش متحملين مسؤوليه، حتى الرجاله اللي هو لا يا نرمين غير اللي متحمل مسؤوليه. انا بشوف برضو الجيل ده ممكن اختلف معاكي في النقطه دي، ان الجيل ده بقى متحمل مسؤوليه لان هم شافوا الصعوبات كتير قوي، صعوبه الحياه الاقتصاديه. يا مره شافوا فين الصعوبات؟ انت ما شفتيش في السكن اللي راكب عربيه مش عارفه ايه ولا هم بيستسهلوا الطلاق، مش شايلين هموم حاجه. لا هم انا بقول اللي بيتجوزوا بيبقوا طبعا شايفين ان الدنيا صعبه قوي، بقوا يستسهلوا كلمه طلاق، يلا نطلق. هم ما عندهمش اعتبارات تانية ممكن يكونوا بيفكروا فيها زي الاهل، دي انا اتجوزتها هيحصل فيها ايه لو هي حامل او معاها بيبي او مش عارفه ايه، ما بقاش يفكروا في اللي جاي ايه، يفكروا في نفسهم بس. في نفسهم بس. دلوقتي زي ما انت قلتي بنت اختك هي متحمله المسؤوليه وبتشتغل، وبقينا نشوف جيل دلوقتي كلهم ما شاء الله في سن صغير بيشتغلوا، بس هم موضوع الجواز بقى فيه طلاق للاسف سريع. طيب عشان كده احنا النهارده يعني هيكون ان شاء الله في فقره مع حد فيكم، انا مش عارفه مع مين، هيكون مع الاستاذ محمد الشعراوي المحامي والمحاضر القانوني. هنعرف منه اكتر بقى، يعني بما ان هو طبعا يعني زي ما بنقول هو ان الموضوع قوي ومحامي اكيد قدامه قضايا طلاق، قضايا خلع كتير جدا. هنعرف منه ايه اسباب الطلاق او ايه اسباب الخلع او اسباب الطلاق السريع اللي احنا زي ما بنقول عليه ده. هل هي فعلا زي ما انتوا قلتوا المشكلات الاقتصاديه، الضغوط النفسيه اللي بتبقى على الواحد، عدم الاستعداد النفسي اصلا ان انا ادخل في ان انا داخله للجواز؟ انا نفسي بجد يبقى في زي ما الدوله مشكورا عامله اللي هي
اختبارات ما قبل الزواج، بيعملوا اختبارات جسديه عاديه تحاليل وكده، نفسي كمان يبقى في اختبارات نفسيه للزوج وللزوج، علشان على فكره بنلاقي كتير جدا بيتطلقوا بعد شهر او شهرين. احنا عملنا، انا عماله اضحك وهي بتقول اختبارات نفسيه، احنا عملنا الاختبار ده ما حدش هيتجوز صح خالص. طب احنا ليه لما الكابل ثيرابي دي اصلا بتتعمل بعد الجواز؟ طب ليه ما نعملها قبل الجواز؟ قبل الجواز بالظبط، يعني الناس لما تيجي يبقى في بينهم مشاكل يبتدوا. لا ممكن يا جماعه بالظبط ليها حلول، يعني المرض النفسي ده على فكره يا جماعه ليه حلول زي اي مرض عضوي على فكره، يعني زي البرد والناس بتكسل، عارفه الناس ما بتروحش للدكتور بس مش دايما اسباب الطلاق شديد قوي زي ما بيقولوا. يعني مش لازم يكون عنده حاجه نفسيه وعادي الطلاق. عايز اقول لكم برده مش متفقين صح طبعا، هي دي بس المشكله. بس على فكره هو لازم اللي يقول احنا مش متفقين هم الطرفين هم اللي يقولوا، لان احنا بنشوف ناس بتعاند في قصه الجواز بشكل كبير. وبرده الاستاذ محمد النهارده هيفيدنا جدا وهنستفسر منه عن الاحصائيات اللي بتقول ان احنا عندنا 270 الف حاله سنويه في السنين الاخيره، فده طبعا تقريبا الرقم ده مش رقم سهل، رقم كبير، رقم بسيط، ده رقم كبير جدا جدا. وعايزه اقول لكم برضو ان قرار زي ده قرار بيبقى صعب جدا على كله، وكمان كل العيله بتتاثر يمكن بيه. طبعا كمان هيكون معانا النهارده اللايف كوتش منى زكي، هنتكلم ازاي نستعد نفسيا للجواز وايه الحاجات اللي احنا نتجنبها علشان نحاول نحافظ على بيت ونعمل كده بيت كله استقرار وحب واحترام اهم حاجه. طيب حلقتنا النهارده كلها للزوج وللزوجه، يعني بجد اللي لسه مقبلين على الزواج، اللي لسه متجوزين قريب بجد اتفرجوا علينا النهارده، حلقه مفيده جدا 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 لكل افراد الاسره المصريه وكمان العربيه. وختامها مسك طبعا هيبقى المطبخ، يعني معايا انا بس مش عارفين هنطبخ ايه او هناكل ايه النهارده. انت لازم تاكلينا بعد الكلام الكبير كلنا بعد الكلام ده، لان فقرات قويه جدا جدا. ان شاء الله بقى نعمل فقره مطبخ حلو ان شاء الله. نطلع يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نبدأ أولى فقرتنا الحوارية. مشاهدينا لسه مكملين معاكم دلوقتي، موضوع يعني مهم جدا طبعا لكل الأسر المصرية. حقيقة الطلاق السريع بقى ظاهرة منتشرة وبتنتشر كمان بشكل كبير في مجتمعنا، ناس بتتجوز بسرعة وكمان بتنفصل أسرع. إيه الأسباب لما بنيجي نفكر؟ إيه الأسباب اللي بتخلي الأزواج ممكن ياخدوا قرار طلاق سريع بعد شهر واثنين وثلاثة أو ست شهور؟ يمكن دي فترة قصيرة جدا. الجواز ممكن ما يستمرش، عدم بقى تكافؤ، عدم تفاهم، ضغوط اقتصادية، عدم فهم بين العقول، ممكن تقول حاجات كتير قوي نفسية ممكن يكونوا هما مش متفقين، تغيرات اجتماعية، ثقافات مش مشتركة بين الأطراف العيلتين، حاجات كتير قوي ممكن تخلي الطلاق يحصل بس بعد شهر واثنين وثلاثة، ده بيبقى صعب قوي. خلينا نشوف النهاردة ونعرف إيه الأسباب الحقيقية مع دكتور محمد الشعراوي المحامي والمحاضر القانوني. اهلا بيك منورنا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. بقول الموضوع ده موضوع مهم قوي، وللاسف في الفتره الاخيره بقى موضوع منتشر كمان في الاجيال الجديده والاعمار الصغيره. الاسباب الحقيقيه اللي بتخلي الطلاق يقع بعد سنه شهر واثنين وثلاثه وسنه وسنه ونص تلاقي تحل الطلاق في العيله. في البدايه خلينا متفقين ان الطلاق السريع هو مش نتاج عامل واحد، ولكن في تضافر عدة عوامل كتيرة جدا مع بعضها هي اللي بتؤدي إلى الطلاق السريع. على سبيل المثال هناك عوامل اقتصادية، في الفترة الأونة الأخيرة بنشهد كثير جدا حالات طلاق كتير جدا في المحاكم بسبب العوامل الاقتصادية اللي بيمر بيها الشباب. أضف إلى ذلك طبعا كمان العوامل الاجتماعية ممكن تؤثر برضو أيضا على الطلاق السريع ومدى التوافق الفكري والثقافي ما بين الزوج والزوجة. فإذا كلمة الطلاق السريع هي بتشمل حالات كتير جدا وبتشمل عوامل كتير جدا ممكن تؤدي إلى الطلاق السريع. الطلاق السريع ممكن يكون فترة صغيرة، فترة شهر شهرين وبنشوف جدا حالات طلاق، ممكن سنة وأكتر بنلاقي برضو في حالات طلاق بتظهر. وجهة نظرك إيه ورؤيتك إيه للحالات اللي ممكن تحصل بعد شهر اتنين تلاتة أو سنة، واللي بيحصل طلاق بعد مثلا سنين طويلة؟ وجهة نظرك يعني ده خلاص ده بعد سنين طويلة تقول ده خلاص ده قرار صائب وفعلا استحالة العشرة بينهم مش هينفع يكملوا مع بعض، ورؤيتك ايه بقى للطلاق اللي بيحصل بعد ست شهور اربع شهور سنة مثلا، يفضلوا حتى منفصلين شكلا كده لحد ما السنة تتم وبعد كده ايه ينفذوا بالورق ويتطلقوا؟
غالبا يعني بنجدها في حالات الطلاق السريع انها بتبقى بعد شهر او بشهرين، ده بيكون بسبب ما بيرجعش قوي يعني خاصه للظروف الاقتصاديه، بقدر ان هو طبعا ممكن يرجع الى الفكر الثقافي. الفكر الثقافي في ايه؟ ان الزوج دايما والزوجه في فتره الخطبه بتكون غير فتره الزواج. فتره الخطبه دايما بتبقى فتره خروجات، فتره تعارف، فتره محمد برضو انا يعني بدون مقاطعتك، انا دلوقتي بشوف ان 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 في الجيل الجديد او في الاعمار الصغيره بنلاقي فرح قوي جدا ممكن يكلف مثلا ملايين، وفستان ايه، وتلاقي تحضيرات للفرح رهيبه، يعني مفيش هنا ظروف اقتصاديه ادت الى حدوث او وقع الطلاق. وبعد كده نلاقي شهر اتنين تلاتة اصل الحاله دي اتطلقت، طب هنا مفيش ظروف اقتصاديه، انت هنا تسميها ايه؟ لان الحاله دي بالذات اللي انا بكلمك عنها بتمس مجتمعنا كتير جدا بشكل أيوه كبير، بتبقى قصه حب كمان قاعده خمس ست سبع سنين للأسف، وخطوبه سنتين ثلاثه، وييجوا يتجوزوا ما يكملوش شهرين ثلاثه. ليه بقى؟ لان احنا للاسف ما عندناش توعيه ثقافيه اسريه. دور التوعيه الاسريه ما بقتش موجوده. الشاب النهارده والبنت النهارده في مقتبل العمر كله انا عايز اعيش اللوف ستوري او قصه الحب الكويسه جدا، بس ما هوش عارف هو مدرك على الخطوات اللي داخل عليها ايه فيما بعد. ما هوش عارف ان هو هيبقى فيه مسؤوليه، في حد هيحتاج منه مصاريف، في حد محتاج منه يكون موجود في البيت. يعني في فتره الخطبه دايما، فتره الخطوبه دايما الشاب بيبقى بره بيكلم خطيبته في التليفون، فهو براحته، هو ملك وقته، الوقت ده بتاعه. في صدام بين الطرفين بالزبط. او انا مش شايفاه صح في المرايه زي ما بيقولوا، انا شايفه احلى ما عنده، هو شايف احلى ما عندها بالظبط كده. لكن يجي بقى يبتدي يخش بقى البيت، ده سلام عليكم، عايز اروح الساعه 8 9 المفروض تخلص، ترجع شغلك بقى، ترجع من شغلك تيجي البيت. لا، هو متعود انه بينزل يقعد مع اصحابه، متعود انه عنده راح يلعب كوره، متعود. فبيبتدي من هنا بقى الفكر ما بين الطرفين ما بيكونش بقى فين الصله، فين التفاهم، فين اللي احنا كنا بنقول عليه قبل الجواز. فيجي يبتدي يحصل بقى بعد شهر شهرين تقول لا، ده انا كنت عايشه في حياتي احسن في الاول، وكنت عايشه حياه افضل في الاول. فبالتالي بنلاقي ان بعد شهرين ثلاثه لاقي حد جاي يقول لك انا عايز ارفع قضيه طلاق واتضربت. وطبعا هنتكلم فيها بعد طبعا بقى عن الاسباب اللي بتؤدي لكده. ايه الاسباب؟ خلينا ندخل على الاسباب على طول اللي ممكن تؤدي الى ده. الاسباب اللي بتؤدي لكده في حالات من الزوج وحالات من الزوجه، يعني باحسن صوره، بس يعني الشعور مش موجود، ولا هو حاسس بيها ولا هو حاسس بيها. عكس اللي كان بيحصل في فتره الخطوبه بالظبط. عكس اللي كان بيحصل في فتره الخطوبه، كان كلام حلو وكلام جميل. يجي بقى في فتره الجواز، لا انا خلاص، انا خلاص بقيت ملكي خلاص بقى، فانا مش موجود. فبتبتدي هي تبتدي تتضايق، تبادل فكري رهيب بالظبط. فلما هو بقى تيجي تقول له طب انت انا عايز اكون موجود، هو يبتدي يقول لها انا غصب عني، مش انا في الشغل، انا ليا وقت اصحابي، احنا خلاص احنا مالكش حاجه عندي، احنا اتجوزنا خلاص، انا صدقت معاكي. فيبتدي التنافر يحصل من هنا، والنساء تبتدي تعاند. فلما يحصل عند مع زعيق، فيبتدي للاسف الرجاله يتطاولوا بالضرب، تحصل النزاع. طيب دكتور محمد، في حاجه من الاسباب اللي انا بشوف ان في برضو تغيب كبير جدا دلوقتي موجود، الاهل، الاسر، رايك كيف دورهم النهارده كاسره او ام او اب؟ ممكن يقول لها لا خلاص، ده انت تتطلقي وتتجوزي بكره. احنا بنشوف ده دلوقتي كتير قوي جدا، وسيبها دي اصلا ولا هتتحمل مسؤوليه، ودي عنيده، والكلام اللي احنا بنسمعه ده. شايف النهارده ان دور الاسر المصريه ايه في مساعده اخذ القرار السريع اللي هو ممكن بيؤدي لخراب بيوت كتير قوي، خصوصا في السن الصغير بعد شهر واثنين وثلاثه كمان الطلاق السريع؟ للاسف ده يمكن لسه في احصائيات قريبه من حوالي خمس شهور اكتشفوا ان سبب من اسباب الطلاق السريع تدخل الاسر في الحياه الزوجيه. تدخل الام بالذات، الام سواء ام الزوج او سواء ام الزوجه، ده عامل اساسي جدا. يمكن احنا لما بنكون في المحكمه بنلاقي دايما، سواء انا بقى الموكل بتاع الزوج او سواء الموكل بتاع الزوجه، بنلاقي دايما ام الزوج او ام الزوجه جايه معاها المحكمه، شعله بقى داخله المحكمه، شعله داخله المحكمه. هي دي بدايه الشعله، هي دي سبب اللي بيؤدي الى دمار الاسر المصريه. تحاولش يا محمد، هو حد جاي لك مثلا يعني عشان برضه نستعرض كل المشاكل كده للناس اللي بتشوفنا، لما حد يجي يعمل خلعه، لما حد بيدخل لك المكتب كده، لما بتشوف ام كده بتوز يعني البنت كده، يعني انت مثلا ماشي هتقبل قضيه الخلع، بس ما تقولهاش استني شويه، ما تساعدهاش في اخذ القرار ده، ولا انت ما بتتدخلش وقت الحالات دي؟ لا بتدخل طبعا، ده واجب علينا. بتقول لها ده انا بناشد كمان يعني صغار المحامين، اكيد بقى في قصص طبعاً. اشكال والوان، وفي ناس لا طبعاً. انا عايزه بنتي تتطلق او ابني يتطلق، مش عارفه ايه الكلام اللي انت عارفه ده. لما بتشوف حالات زي دي بتتكلم بتقول لهم ايه؟ لا ردودهم يبقى ايه؟ ده انا بحاول احل معايا، يعني دايما لما بيكون جاي لي طرف الزوجه
يمكن نقطه لما بيكون جايه طرف الزوجه شويه احنا بنعرف يعني نتملك الحوار شويه عشان خاطر بنعرف ان احنا نتواصل مع الرجل. ودايما انا بناشد دايما صغار المحامين والطلاب المحامين وفي معهد المحامين لما بنيجي نعلمهم بنقول لهم وبنشرح لهم يعني ايه قانون الاحوال الشخصيه، دايما بقول لهم انت دورك انك انت بالذات في الدعاوى الاسريه لازم انك انت تحاول تكون مصلح. لان القانون زي ما هو بيقول ان في حالات وجوبيه ان لازم من قبل ما ارفع الدعوه الزوجه قبل ما ترفع دعوه الطلاق لازم تخش اساسا مكتب التسويه الاسريه. بدايه من القانون رقم 1 سنه 2004 لما تم انشاء مكاتب التسويه الاسريه في محاكم الاحوال الشخصيه، خلاص اصبح النهارده ما ينفعش ان الزوجه انها تروح ترفع دعوه طلاق مباشره. لا، القانون ساعد يا محمد دلوقتي ان الست تاخد، مش هنقول حقوقها، ساعدها انها ترفع قضايا الطلاق وتطلق على طول سواء للضرر او خلع. هو مش ساعدها، هو ده حقها الشرعي. يعني هو مش ساعدها، خلينا نقول هو حفظ لها حقها بس هي شافت ان في ظهر كبير ليها، يعني مش هتغلب بالبلدي كده. هقول لحضرتك على حاجه، خلينا نكون متفقين ان الحياه في مصر زمان غير دلوقتي. اكيد زمان كان الراجل بيلتزم بكلمته. الراجل يقول انا كذا خلاص، احنا محتاجين قوانين. ولكن دلوقتي العصر قوانين. العصر اتغير والحياه اتغيرت والسرعه اللي احنا بقينا شايفينها اصبحت بقت لازم يكون في امر صارم ورقابه شديده ولابد يكون في قوانين تقدر تطبق على الناس. احنا نشوف ناس بتخلف وبترمي عيالها وما بالزبط. بتصرفش على اولادها، فلازم النهارده نلاقي قانون واقف في ظهر السيدات. طيب خلينا نقول ونعرف منك النهارده ايه دور اللي بتلعبه السوشيال ميديا في الطلاق السريع. بنلاقي واحد بيقعد بقى ليه علاقات على السوشيال ميديا قد كده وتأثر جدا وهي كمان الصراحة بقينا نشوف ستات وبنات كتير بيعملوا كده. هل السوشيال ميديا سبب من الأسباب اللي خلت اللي يبقى فيه طلاق سريع أو بسرعة؟ جدا جدا. يعني يمكن أنا قلت حضرتك من شوية الإحصائية اللي قالت إن تدخل الأهل، والسبب الثاني السوشيال ميديا. طبعا طبعا، لأن النهاردة أصبح النهاردة العالم كله عصر العولمة. العولمة هو فض بكارة الحدود بين الدول. أصبحنا النهاردة بقينا في مجتمع صغير جدا. فخلاص النهاردة كله النهاردة أنت مش بتتكلم بس، أنت ممكن تلاقي زوج مصري وبيتعرف على نساء من دول عربية تانية، وفي زوجات مصرية بتتعرف على رجال من رجال سريع عربي تاني. فلا، الأمر النهاردة بقى منفتح، وبقى السوشيال ميديا أنت النهاردة بتقعد النهاردة بتتابع حلقات، بتتابع ماتشات، بتتابع كل حاجة وانت قاعد على موبايلك، يصاحب بقى على الموبايل وكل جداً حاجة جداً. يعني علاقات وكل الحاجات دي فأصبح لأ عصر السوشيال ميديا بقى مؤثر بطريقة كبيرة جدا. أثر جدا على الحياة الأسرية، بالإضافة طبعا بقى لأن الستات دلوقتي بتيجي تقول لك ده هو بيجي من شغله ماسك الموبايل. أنا عايز أقول لحضرتك بقى يعني نركز في النقطة دي بالذات، لأن النقطة ديت إحنا جالنا قضايا منها كتير جدا. إن هو بيجي يخش البيت هو ماسك الموبايل طول النهار عكس زمان. ما انا بقول لحضرتك لو عملنا مقارنه بين الحياه الزوجيه في العصر لا زمان بقى كان راجل راجل من وهو عنده 20 سنه كده تلاقيه واخد شكل باباه او شكل عمه او شكل خاله، تحس ان هو في التزام، في مسؤوليه، في يعني مقبل على الحياه. دلوقتي بقينا نشوف رجاله كبيره بس مش عايزه، يعني مش عايزه تكمل الحياه، ومش عايزه حتى لما تشوف الست اللي معاها مثلا عشان مستمر عشان العيال عشان البيت عشان اي حاجه، بنلاقي هم ما عندوش اي ثقافه فكريه من العوامل اللي انا بقول لك عليها. حتى لو مقتدر ماديا طبعا، يعني هو حتى لو مقتدر ماديا هو الفكره كلها عشان الناس كلها دايما الظروف الاقتصاديه. طبعا لو الظروف الاقتصاديه في ناس بسم الله ما شاء الله، يعني احنا معانا ناس، يعني هنلاقي ان اللي مجال التمثيل في مجال الدكاتره في مجال المحامين في طب ما احنا كلنا الحمد لله يعني كله مقتدر ماديا وكله قادر يعيش. بس هي الفكره كلها مش الظروف الاقتصاديه بس، هي عامل لكن مش الظروف الاقتصاديه بس. لا، ده النهارده في السوشيال ميديا اثرت كتير جدا 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 على الاسر المصريه. طيب في احصائيات او دراسات بتاكد ان الطلاق السريع بقى مرتبط بعوامل معينة للأسف، زي الجهل وزي الدخل اللي هو ممكن يكون قليل، وأنا بشوف إن في الثقافات المختلفة. إيه الإحصائيات دي؟ عندنا مثلا يعني مثلا الإحصائية اللي اتقالت في 2024 عندنا عدد حالات الطلاق للأسف في مصر 269,500 حالة طلاق في مصر في السنة، يعني بمعدل حالة كل دقيقتين، حالة كل دقيقتين، ده يعني رقم كبير جدا جدا. فايه ايه السبب؟ هل تعليم؟ عشان كده احنا جينا قلنا في الاول قلنا ايه؟ ان الطلاق لم يكن نتاج عامل واحد ولكن هو تضافر عوامل. عده عوامل في عوامل كتير جدا، لان ممكن يكون العامل اللي يناسبني لا يناسب الاسره ديت. ممكن في اسره بتيجي تتطلق بسبب خيانه، في اسره بتيجي تتطلق بسبب عامل اقتصادي، في اسره بتيجي تتطلق بسبب مثلا حالات وحده سجن. محمد انت شفت اكيد حالات
يعني كتير وعايزين نستعرض طبعا كل الحالات، بس مش هنقول كل الحالات، اشهر واغرب الحالات اللي جات لك للخلع ايه؟ في الخلع اللي انت كنت واقف كده كمحامي مش عارف، يعني مش عارف ترد. لا هو في دايما الموكله مهما كانت او الزوجه مهما كانت لما بتجي لك ما بترضاش تقول بكل الاسرار. إيه انت كمحامي بقى وعندك خبره حفظها. بتبقى قاري المشهد. ببقى قاري المشهد طبعا، ولكن اغلب النساء يعني للاسف، يعني للاسف ان ممكن تكون هي جايه بتطلب الطلاق نظرا انها في خطيب سابق، حب سابق، بس مش هتقول لك كده، هتقول لك مثلا ما بيصرفش عليا، ممكن ضربني، ممكن ضربني. شدنا مع بعض في الكلام، انا مش قادره اكمل معاه، بس انت بتبقى شايف ان في اسباب اخرى. بالظبط، بس ما تقدرش تقول. بالظبط، ما اقدرش اقول. فلو احنا دورنا طبعا دور المحامين، المحامي زي الطبيب النفسي، هو العلاقة بين الدكتور النفسي ومريضه نفس طبعاً. العلاقة بين الموكل طبعاً. والوكيل لازم علاقة سرية جدا، فانت بتقابل بيقابلك كتير. في ممكن تلاقي من ضمن الحالات برضو اللي جات لي برضو بستغرب، قلت لك اصل هو مش نضيف في نفسه، مش كويس في نفسه. فدي حالات برضو من ضمن الحالات، مفيش، مش مهتم، مش عايز. في توعية مثلا من الاهالي اكيد، انت ممكن برضو كمحامي، ممكن كراجل مع راجل، ممكن تقعد تتكلم معي، ده ما بيتمش ولا يخلص تاخد قرار الطلاق. اصل اقول لحضرتك على حاجة، طالما الزوجة خلاص قرار الشرع نفسه داخله عندما جاءت فاطمة بنت قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إني لا أعاتب عليه في خلق ولا دين، في الأخلاق كده وفي الدين كده، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقته؟ هتدي له عايزه؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلق تطليق. خلاص هي طالما كرهت خلاص. المرأة طالما كرهت أي بقى نصايح استحالت الحياة الزوجية ممكن. طيب احنا طبعا بنمنع، مش عايزين نشجع على الطلاق، ومن عايزين دايما البيوت تكون عمرانة. ايه الاسباب اللي انت ممكن تقول النهاردة ده لازم يحصل انفصال؟ مش اسباب تافهة بقى، الاسباب اللي ممكن يعني ما نجريش كده على طول، وما نروحش نعمل الناس تعمل خلع على طول، وما نروحش نعمل طلاق للضرر على طول. ايه الاسباب اللي ممكن نقول هنا نطلق؟ باقي الحاجات احنا ممكن نعالجها بمثلا بنصايح، بتوعية، بتجمعات أسرية مع الطرفين، بس احنا النهاردة بنقول لا، هنا الحالات دي لازم يحصل طلاق. دايما لما بيجي اي دعوة طلاق بنحاول ان احنا نمشي فيها في الصلح دايما. ده زي ما قلت لحضرتك ده واجب، حتى يعني ما قلتش لحضرتك برضو ان احنا ممكن ان انا لو محامي الزوجة اتصل بمحامي الزوج، وبنحاول ان احنا نتوصل. ده حاجة جميلة جدا طبعا، ده لازم احنا لازم بنعمله، لازم بنعمله. لكن لما نيجي بقى في حالة معينة بالذات بحاول ان انا ما بعرفش ان انا اتدخل فيها ولا بقدر ان انا اتصرف فيها بسهولة جدا، في حالة ادمان الزوج. طبعا الادمان أنا دلوقتي اصبح بقى ظاهرة، والشرب من الحاجات اللي انت ممكن تقول خلاص انا مش هتدخل بالصلح، انا نفسي ما بعرفش اتعامل فيها طبعا. لان خاصة لما بتجيلي لما بتجيلي زوجة تيجي تقول لي اصل هو، اقول لها اول دايما بس كده هو مدمن المخدرات، تقول لي اقول لها بس خلاص. يبقى مش هنعرف ان احنا انت هنا بقى بتساعدها نفسيا، وكل حاجه في الدنيا بتبقى خلاص مشجع ان القرار ده يحصل، لان فعلا المخدرات او الشرب دي من الاسباب اللي سبب خطير عليها وعلى اولادها كمان طبعا. اكيد دكتور محمد الشعراوي انت نورتنا النهارده، كانت فقره جميله، وكان لسه ما عندنا اسئله كتير، ان شاء الله تنورنا في فقرات تانية ونستكمل حوارنا الجميل. الشرف ليا يا فندم، الشرف ليا يا فندم. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم. نشكر ضيفنا اللي كان منورنا النهارده الدكتور محمد الشعراوي، المحامي والمحاضر القانوني. نشكرك مره ثانيه. اشكرك يا فندم، اشكرك يا فندم. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، فاصل قصير وهنرجع ثاني، خليكم معانا. بعد ما سمعنا الأسباب الحقيقية للطلاق السريع، لازم نسأل هل في طرق نقدر من خلالها نتجنب الطلاق السريع؟ وهل في استعداد نفسي لازم يحصل قبل الجواز؟ وبعد الجواز بقى هل في خطوات نقدر نتبعها علشان نحافظ على العلاقة الزوجية؟ هيكون معانا النهارده اللايف كوتش منى زكي اللي هتعرفنا ازاي نتجنب الطلاق السريع سواء قبل الجواز أو بعده. وهتقدم لنا كمان شوية نصايح عملية للحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية. منى برحب بيكي معانا. أهلا. منورانا. ثانك يو. خليني ابتدي معاكي من وجهة نظر كده، شايفة ايه اهم الاسباب اللي بتأدي للطلاق السريع؟ اهم الاسباب اللي هتأدي للطلاق السريع هتبتدي من قبل الجواز. ان ما بنبقاش فاهمين اولا نفسنا واحتياجاتنا والاسباب اللي علشانها بنتجوز. فبيبقى في خلل في الاختيار بيترتب عليه، ان انا بكتشف بعد الجواز ان حقيقة الجواز بتختلف تماما عن البلان اللي انا كنت رسمها. فلو عرفت نفسي، عرفت انا عايزة ايه من الجواز، انا بتجوز ليه، انا قيمي في الحياة ايه، وبناء عليها هختار الكاركتر او البيرسون اللي هيكمل معايا الرحلة دي على ايه الميجر او ايه المعايير دي، هبتدي اختار بشكل مختلف.
يعني الاعتماد على الفيلينج بس، على الحب بس، ده معيار ما ينفعش يقام عليه جواز ولا بيت، لان الحب معيار مختلف، معيار بيتغير. طب تختار على اساس ايه؟ اول حاجه لازم يبقى حد بيشاركني نفس المعايير والقيم. لازم يكون حد عنده نفس الجولز في الحياه، عنده نفس الاهداف في الحياه، حد بيتكلم نفس اللغه اللي بتكلمها. بس في ناس بتقولك ان الاختلاف في العلاقات احسن. الاختلاف بصي هو كده كده هنبقى مختلفين، احنا لا نفس البيئه ولا نفس التربيه ولا، ولكن في معايير ما ينفعش تتغير. المعايير دي ما ينفعش انا يبقى عندي قيمه هي مش موجوده، يعني قيمه الاحترام مثلا. ما ينفعش انا ابقى شايفه ان دي قيمه مهمه لازم تقام عليها زيجه، واللي قدامي لا شايف عادي. الحب ما فيهوش كرامه، الجواز ما فيهوش كرامه. دي قيمه ما ينفعش اخد حد. طب الجواز فيه كرامه صح؟ بصي الكرامه هي السبب الرئيسي لنجاح الجواز. لان الكرامه معناها ان البيت هيبقى بيت سوي، بيت صحيح. فلو انا حطيت زوج سوي فاهم نفسه وفاهم واجباته وحقوقه، وزوجه سويه فاهمه واجباتها وحقوقها، اعتقد ان حتى الخلاف هيبقى خلاف سوي. كده كده الناس هتختلف، مستحيل ان انا امنع ان احنا نختلف او ان ما يبقاش. بالعكس ساعات بلاقي ان الخلاف والشجار سبب ان العلاقه تقوى. طبعا لان انا بعد خلافي هعرف جه اهميتي عندك، درجه تقبلك ليا، درجه حبك ليا. اللي بيحصل ان احنا ما بنختلفش بس قبل الجواز، كل حد قبل الجواز بيحاول يبين صوره ورديه قوي، بيحاول يبين الجانب اللي يرضي الطرف الاخر. بس احنا يمكن دايما راسمين، خصوصا البنات راسمين صوره للجواز مختلفه، ان هي فعلا الحياه كلها وردي بعد الجواز والحب. لا ده دايما طول عمرنا، يمكن ده كمان وصلنا من اهالينا، يمكن هي دي الصوره اللي متصدره لنا من كل الناس اللي حوالينا، ان الجواز ده حتى لو هم شايفينه حاجه تانية، الصوره اللي متصدره لنا دايما الجواز ده حاجه تانية. الجواز الصوره الغير واقعيه بقى. بنشوف الجواز وردي ليه؟ بنشوف الجواز وردي علشان ما ببقاش متخيله طبيعه الخلافات اللي هتبقى موجوده، الصعوبات. خلينا نتفق ان الحياه بقت صعبه. طبعا. والمشاكل كتير على الراجل وعلى الست. فالمشاكل لو ما كانش الطرف اللي معايا هيكمل معايا رحله، رحله حياتي، يشاركني رحله الحياه اللي بناء عليها يخفف وطئه وحمل صعوبات الحياه دي، فاكيد في خلل في العلاقه. الناس ما بتبقاش دي المعايير اللي بيتجوزوا على اساسها. يعني البنت مجرد ما بتحب تشوف باتر فلايز مش عارف ايه، خلاص ذات ذا وان، انا هتجوز. صح. طب انت عارفه انت مطلوب منك ايه بعد الجواز؟ انت فاهمه يعني ايه جواز؟ طب انت عارفه انت عايزه ايه من الجواز؟ طب انت لو جبتي طفل انت عارفه هتربيه على ايه؟ طب اللي انت اخترتيه ده بيشاركك نفس المعايير دي، نفس القيم دي؟ طب شفتيه وهو بيتخانق؟ شفتيه بيعامل اهله ازاي؟ شفتيه في الخلاف معاكي بيبقى طبيعته عامله ازاي؟ قبل الجواز بتقعد تحط اكسكيوزز بقى، يعني بتحطي اعذار. لا هو ما يقصدش، لا هو بيعمل كده مع اهله بس هو هيبقى حلو معايا، مع ان دي اوريدي ريد فلاجز. ايه المؤشرات بقى اللي قبل الجواز اللي انا لو شفتها ابقى عارفه ان العلاقه دي مش هتكمل، الجواز ده مش هيكمل؟ اهم المؤشرات طبيعه الراجل في علاقاته اللي برايا. لان بعيد عني، بعيد عن البني ادم اللي هو المفترض بيحبها، لازم اتفرج عليه بيعامل امه ازاي، بيعامل ابوه ازاي، بيعامل اخواته ازاي، عامل ازاي في شغله، عامل ازاي مع اصحابه، عامل ازاي مع السايس، عامل ازاي مع بواب العماره. دي كلها ساين الراجل ده اخلاقيا عامل ازاي، دينيا عامل ازاي. الجواز مودة ورحمة. لو قعدنا نقول كل الكلام اللي في الدنيا سبحان الله، الدين اختصرهم في المودة والرحمة. المودة اللي هي الحب، الود. يعني ايه ابقى ودود؟ ابقى لين، ابقى هين الطبع. ده لو طبع فهيبقى مع كل الناس، هيبقى مع امي ومع اختي. لكن انا اجي الاقي هو ما بيتعامل مع السايس بطريقه جافه جدا، بيتعامل مع امه بطريقه ما فيهاش ريسبكت، ازاي انت متوقعه ان انت لما هتتجوزي هيبقى فيه ريسبكت؟ طب ازاي استعد نفسيا بقى لفكره الجواز دي؟ يعني ويعني اصلا استعد نفسيا، يعني دي حاجه برضه
هو زي ما انا بقول لك، لو انا فكرت انا بتجوز ليه؟ يعني هي الناس بتتجوز عشان حبت، يعني هم شايفين ان انا حبيت حد، بقى في فيلينج، بقى في مشاعر، فالسيكونس الطبيعي ان انا اوصل للجواز. لا خالص، او دي سايكل الحياه الطبيعيه اللي احنا لا عارفين. دي مش الحياه الطبيعيه. الحياه الطبيعيه انت عارفه لو انا حسيت بمشاعر لازم اسال نفسي، لازم الاول اعدي اسئله على عقلي. البني ادم ده هينفع يبقى ابو ولادي؟ هينفع زوج؟ هينفع بمعاييري؟ لان معاييري غير معاييري غير معايير اكس غير معايير واي. اكيد بمعاييري انا، هو هينفع يبقى زوج ليا؟ هيشاركني رحله حياه؟ هيبقى في رحمه وود جوه بيتي لما انا هتعب، لما انا هبقى ضعيفه، لما انا هحتاجه، لما انا حاجه اربي طفل؟ هو هيشاركني التربيه دي بنفس معاييري ولا انا هقول حاجه وهو هيقول حاجه؟ لو انا لقيت الاجابات احب بقى، سيب افتحي قلبك بقى، خدي بقى التجربه وعيشي فتره خطوبه واعيه. بس ما فيش بنات بقى بتقعد تفكر فيها، هي بتبقى ما هو ما فيش بنات بقت بتفكر، فبقت في حالات طلاق مرعبه. عدد حالات الطلاق مرعب لدرجه يعني انا فاكره زمان كان ان يعني حد متطلق فيبقى شايف ان دي حاجه غريبه ويرد قوي، ان حد فشل في حياه زوجيه ازاي يعني. لا وكمان الطلاق السريع في بعد شهر شهرين يعني ما بيلحقوش يعني حتى يدي بعضه فرصه، يعني انت شايفه الفرح قصه حب فظيعه. طب يعني ما فيش حد وقف شويه وقال هو ازاي الدنيا بتتحول كده؟ اكيد في حد. لدرجه انا بسال سؤال، يعني احنا قبل الجواز بنعمل التشيك اب بتاع صحتنا علشان لما نجيب اطفال يبقوا اصحاء. طب ما هو ليه ما فيش مثلا كورس شرط لإتمام الجواز زي التشيك اب ده ان يخضعوا للثيرابيست مثلا او الكوبل ثيرابي؟ بس ده كمان ناس كتير بترفضه، يعني يمكن ساعات في حالات معينه انه بعد الجواز لما بتبتدي تحصل المشاكل بين الطرفين بيبتدوا يروحوا الكوبل ثيرابي، بس دي حاجه برضو مرفوضه من ناس كتير. بصي ما هو ده بقى الفرق اللي هيحافظ ان عدد حالات الطلاق يقل الوعي. الوعي وحاجه مهمه جدا، الناس مش فاهمة ان الجواز التزام. يعني ايه جواز التزام؟ الناس بتدخل الزيجة دلوقتي وهي عندها كونسبت ما انا لو ما اتبسطتش هتطلق عادي، بقى في حل. انت عارفة لو قررنا ان ما فيش اوبشن طلاق، يعني ده اوبشن بعيد قوي، هتعملي ايه؟ هتحاربي. انت في شغلك مش ساعات بتبقي تعبانة، بتبقي مرهقة، بتبقي تعبانة في المواصلات، في الطريق. طب احنا ليه بنستحمل؟ اقول لك طب وانت ليه بتنزلي بقى يعني شغلك؟ نعم استسهال يعني من الناس، استسهال بالظبط. طب انت بتنزلي شغلك ليه طالما انت قرفانه؟ لازم بحقق نفسي علشان اعرف امانج الحياه، علشان اامن نفسي ماديا. لقيتي اسباب لاحتمال حاجه مضايقاكي، تخيلي بقى ان في البيت مش عارفين يلاقوا اسباب لاحتمال الحياه الزوجيه. لو انا اتعاملت بقى بالرحمه اللي بقول لك عليها اللي ربنا قالها، يعني ايه يعني ارحمك؟ يعني انا بدل ما تيجي تتخانقي معايا فتقولي لي انت راجل كذا وانت ست مش مسؤوله وانت، الموضوع يكبر. قبل ما اسمع الكلام ده لو انا بصيت بعين الرحمه، وايه اللي وصلك ان تقولي عليا كده؟ اكيد انت فاقده الحاجات. طب فين الحاجات دي؟ عدم الوعي ما بيخليش دي السايكل بتاعت النقاش، بيخليني انت قلتي عليا كذا طب خلاص انا ما هقول عليكي كذا. وحتى الاسر بقت بتتدخل برضو، دي حاجه مرعبه. كل واحد بيحافظ على حق ابنه او بنته فقط، صح، مش بيحافظ على كيان. ما بقاش التزامك ان البيت ده لازم ينجح فانا هزل العقبات هتعلم. تعرفي انا لو ده بقى سبب من الاسباب لاستمرار الجواز، انا عايزه الجواز يكمل، انا مش عايزه بيتي يتهد، هيلجأوا للثيرابيست. هتفكر بلاش تلجا للثيرابيست، هتدور، هتقرا، هيقرا. بس انت بتشوفي الاستعانه بالاهل وندخل اهالينا واصحابنا في المشاكل ونحكي وكده ده ما ده معناه انعدام اللغه الحوار؟ ولكن برضو علشان برضو احنا ديننا قال لازم حكم في مرحله لازم يتدخل حكم، ولكن الحكم كان للحكمه. يعني لما هيبقى حد اكبر سنا اكثر خبره هيساعد في اتمام ان الجوازه دي مش هتفشل، ان البيت هيكمل. ولكن لما بقى الاهل يعني كونسبت الطلاق مقبول على فكره. بس انت غصب عنك لما تيجي تحكي لمامتك او اختك انه ده عمل معايا كذا وكذا، هم بيشيلوا يعني مهما كان عايزين يصلحوا بينكم، بس هم بيشيلوا من الطرف الثاني.
فالموضوع بيبتدي يخلق برضو مشاكل بين يعني العيله والطرف. الايدل ان لازم يتخلق بين يعني اتنين هيكملوا حياه مع بعض، ما لازم يبقى فيه لغه حوار. ده بقى اللي بقول عليه قبل الجواز، انت بتعرفي تتكلمي معاه، بتعرفي تختلفي معاه، التواصل عامل ازاي بينكم، يعني انت بتعرفي تتكلمي نفس اللغه اللي بيتكلمها. طب تمام، ما انت لو بتعرفي تتكلمي لغته هتعرفي تختلفي معاه، فالاختلاف اللي هيبنى على اسس، هيبنى على لغه حوار منها هدف الاكتمال، ان انا هكمل المسيره معاك، خلاص على فكره مش هيبقى فيه مشكله. بصي لو بقى فيه موده ورحمه، لو انا بحبك ورحيم وانت بتحبيني ورحيمه بيا، رحيمه دي يعني بترحمي ضعفي، بترحمي مشكله بعدي بيها، بترحمي ازمه مريت بيها، مريض. لكن لو انت ست مريضه وهو نزل يلعب بلاي ستيشن، طب ما هي طبيعي هتحس بقى، هو راجع تعبان وهي عايزه تنزل تقعد مع اصحابها، ما بقاش في اهميه الشراكه. ان انا معاك فشايله معاك حمل البيت ده، حمل العلاقه دي، حمل نجاح الحياه دي، ما بقاش ده الكونسبت. الكونسبت زي ما انت قلتي، انا جايه اتبسط، حياه لذيذه حلوه، هنتبسط هنكمل، انت جميله زي ما انا كنت شايفك كده، لدرجه ان واحد بينبهر بشكل بس بيتجوز او يكتشف بعدها ان هما الاثنين شخصيتين شخصيتين مختلفين تماما. هو ما هو الناس مش متعلمه معيار الجواز، ما في معيار، ما انا مش بتجوز وبس، مش بتجوز علشان انا وصلت لسن لازم اتجوز، مش بتجوز علشان بيقولوا عرضا حتى استقر. طب انت عارف يعني ايه تستقر؟ انت عارفه يعني ايه تستقري؟ تستقري يعني البيت ده ما يتهدش. مش هستقر يعني اول ما هتحصل مشكله انا هطلع اجري، على فكره مش هينفع اكمل، مش هينفع استحمل، مش هينفع اناقش، مش هينفع انا وانت نقعد ندور على حل. لو الحل حتى رحلة برانا طويله جيرني كبيره. للاسف هنضطر نختم، بس انا عايزه قبل ما نختم تقدمي نصيحه كده للناس الصغيرين اللي هتتجوز او اللي لسه متجوزين، ازاي يحافظوا على بيتهم واستقرار بيتهم. انا شايفه ان اول حاجه ان الواحد يوصل لمرحله من العلم والسن انه يعرف نفسه ويعرف طلباته في شريك حياته. واعرف طلباتي من الجواز، انا بتجوز ليه؟ اي ما تكون طلباتك صح، وهتدوري هتدوري على اللي يحقق لك ده، اللي يحقق لك الجولز بتاعتك، ويبقى عندك قدر من الالتزام، وتنسي كلمه انا. الراجل والست لازم ينسوا من اول ما بنبتدي رحله الجواز في احنا صح، في طفل هيكبر، احنا ملزمين ان احنا نهيئ له البيئه الصالحه اللي يطلع فيها ويكمل مسيره، علشان هيجي جيل تاني صالح، فاهماني؟ لكن لو انا مش هعرف ده من قبل ما اتجوز، طب ما طب لا، انا لازم يفهموا الجواز رحله صعبه بالزبط، وطويله، محتاجه تأهيل نفسي ومعنوي وعلمي. طبعا الاحترام والموده طبعا والرحمه طبعا اهم حاجه علشان تقدروا ان انتوا تبنوا بيت مستقر. دكتور انت نورتيني النهارده، مبسوطه انك كنت معانا. ثانك يو حبيبتي. وخلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في هو هنا. بعد بقى ما اتكلمنا عن الطلاق واسباب الطلاق والطلاق السريع وكل حاجه تخص الطلاق، جه الوقت بقى وحان الوقت للاكل. النهارده هناكل ايه ومع مين؟ مع الفود بلوجر نور خالد. يا نور ازي حضرتك؟ إيه؟ الحمد لله كله بخير. تمام كله بخير. هتاكلينا ايه؟ هنعمل النهارده بيكاتا. اوكي حلوه قوي. بيكاتا لحمه؟ اه لحمه. فريخ؟ لا لحمه. حلو. بتبقى احلى من اللحمه. اه النهارده في صرف انا شايفه. هنجيب شرايح لحمه بفتيك متقطعه رفيع. يلا نقول على المكونات. عندنا الاول زبده وزيت، عندنا شرايح اللحمة، عندنا مشروم، بصل وتوم مفرومين، زعتر وروزميري، وكريمة، وشربة. حلو قوي. وبقدونس في الاخر. اه في الاخر هنحط حبة في على الوش وحبة من جوه. يلا ومعاه رز ابيض. رز ابيض. اللي عايز بقى يعمل رز ابيض يعمل، اللي عايز بقى يعمل باستا يعمل باستا وايت صوص. ممكن كمان ماش بوتيتو. ماش بوتيتو تبقى حلوة قوي. بموت فيها بقى الاكلة دي. هي ماش بس انا بعملها بقى ماش بوتيتو ورز. طبعا في كم نشويات غير طبيعية في الاكل، رز وبطاطس يعني ماش بوتيتو. طب انت بتحطي الزبده؟ الزبده والزيت الاول عشان هنشوح اللحمه. اه بس هنحط الزيت الاول قبل الزبده. يعني تعرفي قطعيه اللحمه ايه؟ يعني ايه اكتر قطعيه حلوه في البيكاتا؟ فيليتو ممكن. فيليتو عشان تبقى خفيفه وبتستوي بسرعه. غاليه قوي بس بصراحه بتبقى حلوه.
هناخد بقى شرايح اللحمه، هي مش متبله ولا اي حاجه. على فكره من خلال خبرتي بقى الشخصيه انا كست بيت يعني وام وبتاع وكده، في حاجه انا دي لسه مكتشفاها قريب، انا ما بفهمش في القطعيات قوي بس مؤخرا اكتشفتها، حاجه اسمها السمان او وش الفخده، برضو دي بتستوي على طول يا جماعه جدا جدا جدا. فعشان الفليتو بيني وبينكم عرق الفليتو بيبقى غالي، بيبقى غالي يعني انا بطلت اجيب الشرق، فالبديل ليها او مش بديل يعني، يعني الارخص شويه او الانتركوت. الانتركوت برضو بتبقى حلوه في تبلوها بس حلو وشوحوها كده هتدي معاكم كلام جميل قوي. احنا كده حطينا بنشوح اللحمه الاول، اوكي من غير اي حاجه خالص. حطينا بس الروزميري. الروزميري حطيتيه؟ اه بتحطيه في الاول خالص مع اللحمه وهي بتتشوح، بتدي طعم كده. انا ساعات ما بيبقاش عندي روزميري كده، بيبقى عندي باودر او اللي هو ممكن بس بصراحه الفريش بيبقى احلى. هو الفريش بيبقى احلى طبعا. هو اي حاجه فريش بتبقى افضل. هنبقى نتبل ملح وفلفل. انت ما بتتبلهاش قبلها؟ لا بتتبليها متبله هي فيها. حلو قوي. اكتر مطبخ بتحبي تدخلي ايه يا نور، او تعملي اكل منه ايه؟ انا اصلا شيف. حلويات ولا حادق؟ الاثنين. بتهرجي والله. ايه ده من القلائل لما نلاقي شيف اثنين حادق وحلو يعني. لا الاثنين، انا لان بحب المطبخ جدا يعني، انا حتى درسان مش هوايه كده وخلاص. درسه ازاي؟ لا احكي لنا. يعني انا اصلا خريجه سياحه وفنادق وكمان واخده كورسات في كل جميع المطابخ. وجاي تعمل لنا بيكاتو؟ اضحكي علينا. حاجه بسيطه. اتفرجي على فكره يعني، اتفرجي. حاجه بسيطه كده. المره الجايه نعمل حاجه حلوه. لا تعملي لنا حاجه، تعملي لنا ورينا بقى ابداعاتك. انا قلت فود بلوجر فماشي بيكاتو. لا 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 شيف. لا انا يا جماعه بقى، لا هي شيف بقى مش فود بلوجر. لا لا شيف. شيف ماشي اوكي. ونحط كمان زعتر. ده زعتر باودر. عشان ما لقيناش الفريش هنحط باودر عادي. يعني عادي بنتصرف. ملح وفلفل تاني. هو ده فيه صوص ولا دي؟ لا فيه صوص غامق. اوكي. ده في الاخر بقى مع الغامق والفاتح. عشان انا هموت وانا الغامق دي. بيبقى اتقل شويه في الطعم وبيدي لون اسرع. يعني احنا لو عايزين يدي لون ما يديش طعم قوي، بس ندي لون اكتر نجيب الغامق بيدي لون اسرع. بس الفاتح بيبقى ملحه خفيف شويه. انا بحب الفاتح الصراحه. بس ده بيبقى حلو لما مثلا عايزين نعمل صوص بكاتا نغمق الصوص شويه كده. في كمان صوص اسمه ورشستر صوص اسمه كده. انا بقول بس هو غالي. بس هو غالي بصراحه. بس عايز اقول على حاجه، هو غالي بس انا مثلا لما جبته بيفرق في طعمه. وبعدين بيقعد على فكره. هو بزبط. يعني ازازه حلوه كده. لا بس بتقعد معانا يعني، وبنستخدمها يعني بعمل بيها البرجر مثلا. لما اجي اعمل برجر هو بنحط حبه منه على اللحمه. هي معلقه بالظبط. بتدي طعم رهيب يعني. طيب قولي لي، ما قلتليش برضو اكتر مطبخ بتحبي تدخلي ايه؟ كل المطابخ، بس ما بحبش المطابخ اللي هي تكون بهاراتها كتير زي الهند مثلا. الهند لا 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 ما بحبهاش، بحس ان طعم الاكل كله بيروح. مختلف. ايوه بس انا عامه اشتغلت اكتر في مطاعم ايطالي يعني. شيف ايطالي. الله. باستا وبيتزا وحاجات من دي. فانا شيف اكتر ايطالي. بيتزا بقى المره الجايه لو خلاص. اتفقنا. اتفقنا. نور قالت لنا وعدتنا اهو خلاص المره الجايه. خلاص اتفقنا ماشي. اكتر المتابعين عندك ايه اكتر الوصفات اللي بتطلبوها يعني لما بيجوا؟ حاجات سريعه دلوقتي في الوقت الحالي. حاجات عايزه زي اللي احنا بنعمله دلوقتي ده بالظبط. يعني نفس اللي احنا بنعمله دلوقتي ده هو دي الحاجات السريعه اللي هو ايه، حاجات موجوده كلنا في البيت. ان شغل المطاعم بيبقى الماتيريال بتبقى اقوى شويه، يعني المكونات بتبقى اغلى شويه، فعايزين حاجات تكون زي شغل المطاعم بس سريعه، تكون اخف وفي البيت. مش بتبقى كده يعني، زي مثلا الروزيتو. ده مكوناته صعبه شويه. الرز بتاعه عامه غالي جدا. فبحاول انا اعمله بالرز المصري بتاعنا العادي، المكونات بتاعتنا اللي موجوده في البيت العادي. بس بنفس التست اللي هو رز الروزيتو. اوكي. في اكله بحبها قوي اسمها فايلا. دي اكله. الاكله دي يا جماعه هي بواقي الاكل، مش بواقي الاكل بالظبط. هي البنيه، بواقي جمبري على بواقي فراخ على بواقي سمك على بواقي لحمه. هي البواقي مع رز بالظبط. مع رز. وكلها اصلا هي اصلا اتسمت بايلا. ليه؟ انها بواقي الاكل فوق واحده، تبقى فوق كده كبيره قوي. بايلا ولا بايا؟ بايا. بايا. اللي هي ايه يعني، هي كل الاكل البايز اللي عندنا. تعرفي تعمليها؟ اديني بقى عشان انا هموت واعملها ومش عارفه. لا لا هي سهله جدا. هي بيتحط كل الاكل، بس الاول بنسوي. لو هو مثلا فيه لحمه وفراخ وسمك بنسوي كل حاجه الاول لوحدها. حلو. عشان ما نسويش كله مع بعض. وبعد ما تسوى بنحط لها بعض، بنحطهم كلهم مع بعض ونحط عليهم الرز
ونغطيها بقى ببهاراتها وبحاجتها وبس كده خلاص. وتترص كده تحط عليها بسله برضو صغيره اللي هي السله العاديه. اللي عايز يحط خضار يحط، بس هي بصراحه بتبقى حلاوتها هي كده يعني بالبروتين بتاعها والرز بس بيبقى طعمها اقوى. ما اعملش معاها صوص مثلا، هي انا ما باكلتها بره مع يعني ما كانش في صوص متقدم معاها. لا لا هي بصراحه يعني من غير صوص عاديه. هي اصلا بتبقى الرز بتاعها جوسي شويه، ما بقاش ناشف قوي. وبعدين هي حلاوه الاكله دي في ايه بقى؟ ما عندكم جمبري يعني بواقي مثلا جمبري حطوا، ما عندكوش حطوا لحمه وفراخ وسمك؟ ما فيش سمك، مش لازم اكل يعني معين. مش لازم كل المكونات، هو لحمه وفراخ هتبقى خطيره يعني. احنا خلاص كده احنا كده شوحنا اللحمه. خلاص نعمل بقى الصوص. بالظبط الاول حاجه انا بحط كمان على البيكاتا، بس ساعات بحط مسترده. ممكن حته مسترده كده بتدي لسعه كده خفيف. هنزود حته الزبده طبعا معروفه يا جماعه، اتخنوا بقى براحتكم. أيوة. بس انا بحب انا دي كده بصراحه انا بتاعت الزبده والسمنه والحاجات الحلوه دي. بصراحه الزبده بتخلي الطعم حلو قوي كده. هننزل المشروم الاول عشان ايه نعمله كارملايز كده، نكرمله قبل البصل. مش هتحطي البصل الاول؟ لا هنحط المشروم الاول. لا انا بعملها العكس بس ماشي كده. لا هنحط المشروم الاول. طيب تمام. صحابك لما بيجوا لك البيت بقى نور اعمل لنا كذا. نور ايه الكذا بقى دي؟ ايه الكذا دي اللي انت بصي هم عايزين كذا. اي حاجه بعملها في المطعم او بره مختلفه، عايزين اكل مختلف. مش عايزين اكل البيت. لا مش عايزين اكل البيت. ايوه عايز تزهق برده من اكل البيت. لا عايزين اكل مختلف. بتعملي لهم ايه بقى؟ ايه والله بعمل لهم كاتا، بعمل لهم نجريسكو بطريقتنا، بعمل لهم روزيتو. الله ان شاء الله. ان شاء الله هي هتعمل لنا برضو الكلام ده. هي بعمل لهم كمان بيتزا بس اللي هو الايطالي بقى. الايطالي. انا البيتزا دي مثلا عمرها ما نجحت معايا، يعني انا طباخه ماهره بس انا ست يعني البيتزا دي عمرها ما فلحت معايا عمرها. على فكره البيتزا هي مشكلتها في العجينه. في العجينه ان هي تتعمل صح. وعلى فكره مكونات العجينه سهله جدا. طب سؤال، ال العجينه اللي بنجيبها من الفرن دي عجينه البيتزا ولا دي عجينه العيش الفينو؟ عشان انا اني بيتزا في عجينه كده انا بجيبها من الفرن. دي بتبقى عجينه بيتزا ولا عجينه العيش فينو؟ عجينه جاهزه من البيتزا. عجينه جاهزه. لا دي مش عجينه بيتزا. مش عجينه بيتزا. لا مش. شكرا. انا بصراحه يعني ايه الحاجات دي ما ينفعش نجيبها من بره، تعمل في البيت. يا استاذ حسام انا عايزه افهم حاجه بس، عشان استاذ حسام عمال بيكلمني في الاير بيس. انت بتعرف الكلام ده منين؟ بيديني معلومات اقسم بالله بتطلع صح. انت لا يعني انت كنت شيف. انت كنت شيف كده. هنحط البصل. ايوه اللي اشتغل في برنامج هو وهن خلاص عارف التريكات البسيطه دي في المطبخ. بالظبط. بيقول لي اصل هو بيقول لي ان احنا في العجينه بتاعه دي نحط لها، قلت لي نحط ايه؟ زبده وبيض. بيض وزبده هي ايه في العجينه البيتزا؟ لا عجينه البيتزا اصلا ما بتحطهاش غير هي دقيق. شكرا يا استاذ. ملح خميره وشويه سكر بس وزيت زيتون. هو لا هو قصده على اللي بتيجي من الفرن بتبقى فاضيه. لا هي يعني تيجي من الفرن بيبقى حاجتين مكونات كتير، بيض وزبده ولبن. هو الافضل ان احنا نعملها. بالظبط. او الافضل ان احنا نشتريها جاهزه بقى على طول، او نروح المطعم عندك ناكل بقى. بالظبط كده. حطينا البصل ونشوحه شويه. انت ما طلعتيش بتاع الروز ماري سايباه؟ عشان المشروم ياخد من طعمه. اوكي. هنطلعه في الاخر خالص او ممكن نخليه عادي، في ناس بتحب طعم الروز ماري في الاكل عادي. انا بحبه. بحب طعمه قوي. نحط الثوم. وده الثوم. لا وانت ما شاء الله عليكي سريعه برضو. اتعودتي المطاعم بيخلينا كده عشان عندنا اوبريشن. فلازم يكون لنا مثلا عندنا مثلا 10 اوردرات، فلازم 10 اوردرات تطلعوا مع بعض. فشغل المطاعم بصراحه هو حلو وفي نفس الوقت متعب. طبعا بس حلو بصراحه. لا بس برافو عليكي والله شاطره يعني بتنجزي على طول. طيب قولي لي اكتر الاكلات اللي هي لا يعني مقربه او محببه الى قلبك انت ايه؟ يعني ما تبقي قاعده في البيت رايقه وفايقه كده اللي هو انا لما اكون قاعده في البيت ما بطبخش اصلا. بقول لهم اطبخ. عشان انا عايزه استمتع بالاكل. انا عايزه اكل. بنعتذر طبعا الدخان والحاجات. الدخان صعب. طب قولي لي مامتك انت بتعلميها ولا انت بتتعلمي منها؟ لا انا حاليا انا الاول كنت واخده من ماما كل حاجه. الدخان صعب. لا عادي. لا عادي. احنا خلاص كده خلاص. احنا كده خلصنا يعتبر. هي بس تغلي شويه كده اهو. طيب احنا النهارده حلقتنا كانت، انت لسه مخطوبه صح؟ شايفه دبله في ايدك. مخطوبه ان شاء الله كده بالتوفيق يا رب. يا رب. كانت حلقتنا النهارده عن الطلاق السريع اللي هو ايه؟ اتنين بيتجوزوا ويقعدوا كام شهر ماكسيمم سنه ويروحوا متطلقين.
شايفه بيبقى مين السبب في الموضوع ده؟ هل مثلا يعني احنا مثلا في خلال الحلقه كنا بنتكلم وبنتناقش، هل هي الظروف الاقتصاديه؟ هل هي مثلا اختلاف الثقافات واختلاف البيئه ما بين الراجل والواحد؟ عدم التفاهم بصراحه. عدم التفاهم. يعني هم في الاول هم عملوا فتره خطوبه عشان نعرف احنا متفاهمين مع بعض وهنقدر دماغنا زي بعض. في الاول لا. الحب الشوق لا ده يعني ده ما بياكلش عايز دلوقتي ده يعني والله العظيم انت جامده، انت جامده والله العظيم بس خطيبك ربنا يستر ما يسمعش ما يتفرجش على الحلقه لا ما كده هيصفر بس هو احسن حاجه بصراحه ان هو نفس دماغ بعض. يعني انتوا واخدين بعض عن حب ولا كان جواز صالونات؟ لا عن حب. لا مش جواز صالونات بصراحه، ما بحبش جواز الصالونات قوي ولا انا الصراحه. لا يعني انا يعني ايه، انا واحد اشوفه فطب يلا لا ما لا 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 خالص يعني لا. طيب انت شايفه ايه سبب الطلاق السريع؟ يعني ان هو يحصل طلاق بسرعه ده ايه سبب؟ عدم التفاهم، عدم الاثنين ما بيقدروش بعض، عدم التقدير، وهما بقى ايه يعني ايه خلاص يعني انت عملت كده طب انا هعمل كذا، انت عملت كذا انا هعمل كذا كده اهو. العند. وللاسف احنا زي ما كنت بتكلم انا في بدايه الحلقه ان ما بقاش في حد دلوقتي، مش بتكلم على الكل على فكره، انا زي ما بقول في رجاله وفي بنات كمان مش متحملين مسؤوليه كامله. بالظبط. يعني كل واحد مش بيقوم بالمهام بتاعته، يعني هو رامي الحمل، ومش الكل مش الكل، البعض بيرموا الحمل مثلا على زوجاتهم وهو بقى بيعيش حياته خلاص بقى، ما هي شايله هي التام. كمان وهي كمان ممكن تكون صغيره مش قد المسؤوليه دي، عندها بيت وعيله ولازم تكون قد المسؤوليه دي، بيبقى في ناس بتبقى مش قد كده خالص. بس احنا نعتبر خلصنا، بس هي بس ايه، ما احنا كمان خلصنا الفقره كمان خلصت. انت هايله، ده انت بصي اون تايم يعني برافو. هي بس انا ما بحبش احط لها ولا النشا ولا دقيق ولا اي حاجه. في ناس ممكن وهي بتعمل المشروب بتحط لها معلقه دقيق. انا بصراحه بحب انا عشان تمسك بس شويه. ما دي احنا لو سيبناها على نار هاديه شويه. لا ما احنا هنحطها نغرفها بقى عشان يا دوب. احنا خلاص يعتبر. انتوا بقى لو عايزين تتقلوها شويه يا جماعه سيبوها شويه، يعني بالكتير قوي 10 دقائق، ما خدتش مننا وقت خالص. لا بالكتير قوي الفقره كلها على بعض ربع ساعه. فبص ربع ساعه عملنا الاكل هو اصلا يعني. الصوص كمان بدا يتقل، لو هو اللي في ناس بتحب تبقى صوص كتير. انا برضو عشان نحطها مع الرز، لان احنا حاطين زبده كتير وحاطين كريمه، كل ما الزبده والكريمه يبردوا ويقعدوا مثلا يهدوا شويه كل ما الصوص هيتقل اكتر. طب نغرف بقى. بس احنا هنحط اخر حاجه شويه البقدونس. لا تسلم ايدك بجد يا نور. هنوطي عشان ايه؟ عشان الدخانه بس. انا عيني خلاص مش قادره. بس كده هنوطي. انت هتغرفيها جنب الرز؟ لا احنا هنغرفها في نفس الوجب بتاعتها كده زي ما هي. هو الكاست ايرون بيبقى احلى حاجه كده اهوت فيه. طب حطيها على جنب الرز بقى هناك. نشيل ده كده اهو. انا مش هقول بقى الفود بلوجر، انت شيف. شيف جامده جدا يعني، شيف الشيف خالد. انت نورتينا وشرفتينا بجد واطعمتينا يعني. تسلم ايدك بجد، وعلى وعد المره الجايه تعمل لنا بقى بيتزا، تعمل لنا حاجه بقى حاجه ايطاليان كده لطيفه، حاجه سهله وتكون سريعه وقت الحلقه. خلاص انت نورتينا وشرفتينا. بشكرك جدا. العافيه. تسلمي لي. يا رب النهارده حلقتنا كلها تكون عجبت حضراتكم وتكونوا استفدتوا منها من الفقرات بتاعه الطلاق السريع وكمان فقره المطبخ. نشوفكم على الف خير بكره في حلقه جديده من حلقات هو هنا. باي باي.